الأخبار من ATV العدالة. وفيها أمير البلاد يهنئ الصبيح والرشيدي بنيلهما ثقة النواب. الغانم يوضح تفاصيل النقاش اللائحي بجلسة طرح الثقة. الرشيدي والصبيح يشيدان بمجريات الجلسة ويتعهدان بتلافي الملاحظات. ومستجوب الوزيرين يتحدثان عن تدني الممارسة الديمقراطية والشقلبة السياسية. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي على نيلهما ثقة أعضاء مجلس الأمة، كما أشاد سموه بما تميز به أداؤهما من كفاءة رفيعة خلال ردودهما على محاور الإسجوابين المقدمين لهما وما قدماه من شرح تفصيلي بشأنهما وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشة الإسجوابين في جلسة الأول من مايو. بدوره هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزيرين بتجديد الثقة بهما، متمنيا لهما التوفيق في تحمل مسؤولياتهما. أعتقد النقاش اللائحي الذي دار اليوم هو نقاش يعني يثري العمل البرلماني، خاصة أن يعني هناك أحداث كثيرة قد تحدث ولا توجد نصوص صريحة في اللائحة تحددها، فتكون هناك اجتهادات، والرأي اللي ذكرته أنا كان وفق اجتهادي، وأعطيت لأي عضو من الأعضاء حق الاعتراض على هذا الإجراء، ولو كان هناك معترض لكنت رجعت للمجلس في هذا الإجراء طالما لا توجد نصوص صريحة تنظم هذا العمل، لكن الحمد لله كان في توافق وكان في نفس الفهم بأن وفق المادة 143 تتكلم عن طلب طرح الثقة وإجراءاته إثر مناقشة الاستجواب وليس مناقشة طلب طرح الثقة، وتحقق الرئيس يكون قبل احتمال طلب طرح الثقة التحقق منه، وهذا الإجراء فيما يتعلق في التحقق يكون فقط في جلسة الاستجواب، هو إجراء بدأ فيه الرئيس المرحوم جاسم الخرافي مصححاً إجراء خاطئا في السابق، وبناء على هذا التصحيح أنا استمريت على هذا الصحيح. طلب أركانه اكتملت في جلسة الاستجواب، التحقق تم في جلسة الاستجواب، وأنا في أثناء يعني في عهد رئاستي وأيضا في عهد رئاسة المرحوم الرئيس السابق جاسم الخرافي لم يكن هناك تحقق في جلسة طلب طرح الثقة. إجراءات جلسة طلب طرح الثقة تختلف عن إجراءات الاستجواب. أحد الأمثلة اللي سألني أحد الأخوة الأفاضل اليوم فيما يتعلق بعدد المتحدثين في جلسة الاستجواب، يستطيع المجلس أن يقرر واحد بواحد، اثنين باثنين، ثلاثة بثلاثة، وين كان العدد. في طرح الثقة المادة 145 تنص تحديدا بأنه يجب أن يكون اثنين باثنين، ويجوز لأكثر من ذلك بموافقة المجلس، إنما أقل من هذا الرقم لا يجوز، وبالتالي كلام المجلس سيد قراراته هذا كلام لا علاقة له بالدستور. الكلام الصحيح هو المجلس سيد قراراته فيما لا يخالف نصوص صريحة في الدستور أو القانون. وكان مجلس الأمة جدد ثقته بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وذلك خلال جلسة خاصة تم خلالها مناقشة طلبين لطرح الثقة بالوزيرين على خلفية استجوابين قدما لهما. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الاستجوابين انتهيا وفق اللائحة والدستور، وتم فيهما تقديم طلبات طرح الثقة، وتم استكمال هذا الملف وطي هذه الصفحة من قبل مجلس الأمة الذي منح الثقة للوزيرين. الآن يعني نتمنى أن تنطوي هذه الصفحة بكل تجاذباتها السياسية، وأن نلتفت إلى المصلحة العامة، نركز في الاستحقاقات الوارد المستحقة علينا كسلطتين تشريعية وتنفيذية.
لن نخفي واستمعنا بكل انصات لما ورد من ملاحظات بالاستجواب، كل المواد الواردة بالاستجواب بالمحاور وكل النقاش الذي أثير ومن خارج ما بين التفنيد وما بين تفسير الاستجواب وما بين المؤيدين والرافضين سنأخذهم بعين الاعتبار لتدارك ولرفع كفاءة العمل الحكومي. ندخل فترة الصيف ومتأملين بأن نعمل خلال الصيف لجان البرلمانية واللجان الوزارية تعمل للإعداد والتجهيز لدور انعقاد المقبل حتى يكون أكثر تشريع ويكون في الالتفات للصالح العام. أنا أعتقد ما في رابح وخسران، أنا أعتقد الرابح الوحيد في هذه العملية كلها هو المواطن الكويتي والديمقراطية الكويتية، وإن شاء الله يعني نتمنى أن نلتفت إلى الاستحقاقات الحقيقية اللي واردة علينا الآن، والاستجواب حق دستوري، كفل الدستور للنائب، نتعامل معه وفق الدستور ووفق ما تم التعامل معه مسبقا. أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي استمرار تعاونه مع النواب والإجابة على جميع استفساراتهم وأسئلتهم. بدورها شكرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، شكرت جميع النواب على كل ما قدموه في الاستجواب من ملاحظات أو اقتراحات، مؤكدة أنه سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار. أتقدم بكل الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد على دعمه المتواصل، وإلى ولي سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وجميع أخواني الوزراء وكذلك جميع أخواني النواب سواء كانوا مؤيدين أو مع طرح الثقة. وأؤكد مرة أخرى على أن عملنا نقوم به بكل إن شاء الله أمانة، ونحاول أن نعدل أي عوجاج قاعد نحصل له سواء كان خلال الاستجوابات أو ملاحظات الأخوة النواب أو من أسئلة الأخوة النواب أو من المراجعين، قاعد نحاول أن نصلحه. نتمنى إن شاء الله أن يعني يتم تطوير وزارة الشؤون وجميع الهيئات التابعة إلى الأفضل، ونحاول أن نقدم خدمات متميزة لجميع عملاء هذه الوزارة وهيئاتها المختلفة. أتقدم كذلك بالشكر الجزيل لكل من دعا لي سواء من شايب أو عيوز أو شاب أو شابة، جزاهم الله خير في الفترة السابقة إن شاء الله في ميزان أعمالهم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر ونصومه إن شاء الله في أمان، ويتقبل الله طاعتنا وطاعتكم بكل خير. استغرب النائب صالح عاشور دفاع بعض النواب عن الحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في بعض المحاور، مؤكدا أن استجوابه مستحق وبعيد كل البعد عن الشخصانية. ما حصل اليوم أنا أعتقد تحت نظر الشعب الكويتي قاعد يلاحظ تدني أداء أعضاء مجلس الأمة للأسف الشديد والتردد في اتخاذ القرارات، وإذا كان هذا ديداً أعضاء مجلس الأمة فأنا أعتقد على البلد السلام. ما حصل هذه المسرحية سمجة اليوم لا يقبل الشعب الكويتي الذي يمارس الديمقراطية ويعرف كيف يراقب أعضاء مجلس الأمة في مواقفهم وفي أدائهم. اتهمت في الشخصانية في هذا الاستجواب، والكل شاهد من يدافع عن الحكومة وعن الأخت الوزيرة كيف استخدموا الشخصانية في الهجوم الشخصي سواء على الاستجواب أو مؤيدين الاستجواب أو من قدم الاستجواب. فالشخصانية ديدنهم، والشخصانية هي موجودة في عقولهم وفي أفكارهم وفي ممارساتهم. الشيء الآخر حقيقة الحكومة سقطت سقوطا ذريعا في هذا الاستجواب. كلمات حضرة صاحب السمو والنطق السامي والبرنامج الحكومي يحارب الفئوية ويحارب الطائفية ويحارب تقسيم وتفتيت المجتمع الكويتي. ما شاهدناه في جلسة الاستجواب وفي جلسة طرح الثقة، للأسف أقول إن الحكومة من تشجع الفئوية والقبلية والطائفية سواء بالمواقف أو بالإعلان أو بالاستقطاب الطائفي في هذا الاستجواب، وتحويل الاستجواب من أداة رقابة ومحاسبة الحكومة والوزيرة إلى منحنى آخر
أن تبين أن هذا الاستجواب فيها من الفئوية ومن الطائفية. أعتقد الحكومة كلها سقطت سقوطا ذريعا في أعين الشعب الكويتي، وعليهم يتحملون هذا النهج اليسيء للديمقراطية الكويتية. طالب النائب عمر الطبطبائي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق فيما تضمنه استجواب وزير النفط من تجاوزات بالقطاع النفطي، مؤكدا أن المجهر مسلط على رئيس الحكومة، فإن لم يحاسب سوف يحاسب ويصعد منصة الاستجواب. طبعا نحترم جميع الآراء ونحن نؤمن بالديمقراطية والنتائج، لكن هناك نقاط يجب أن توضح، وهناك أمور يعني اليوم أنا شفت الشغلبة السياسية، اليوم شفناها بواقع، شفناها كنا نسمع عنها، لا اليوم شغلبة سياسية. وأنا أقول للقيادات النفطية لا ترتاحون، والله بالله توي بلش الشغل، أقسم بآيات الله توي بلش الشغل، يا أنتو يا كرسي رئيس مجلس الوزراء. ولما أقول يا أنتو من خلال المسائل أو الطريق القانوني في لجان تحقيق، أما لجنة تحقيق مجلس الأمة إلى الآن ما ندري من هو، بس قاعد نشوف من قاعد يستذبح عشان يدش. اللجنة اللي نطالب فيها هي لجنة تشكل من الحكومة ومن رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، ويجب أن تكون هناك أسماء الكل يرضى فيها ومن أخيار أهل الكويت هم يحكمون، وإلا الاستجواب أو استجواب رئيس مجلس الوزراء سيكون قائم وسيقدم بأسرع من ما تتصورون. غداة اعتصامهم أمام مكتب وزير التربية، نظم عدد من طلبة الثانوية العامة اعتصاما أمام أحدى بوابات مجلس الأمة للمطالبة بإلغاء وزير التربية لقرار لائحة الغش الجديدة والتي اعتبروها تعسفية. المطالب احنا ثابتين عليه، احنا ما نقول له الغي القرارات، احنا نقول لك عدل وادرس القرارات هذه، احنا ما قاعد نلزمك، احنا نقول لك عدل هالقرارات، ادرسها عدل، شوفها من نواحي نفسية، من نواحي الواقع اللي احنا عايشينه، سوء النظام التعليمي، طور بالنظام التعليمي وطور من الشباب، بعدين دش في هذه اللوائح والنظم اللي هي التعسفية هذه. شكرا. عيالنا ما يستحقون هذا الأمر، ما ندعم احنا الغش، ما ندعم احنا اي سلوك غير صحي او غير او سيء، احنا بس نقول تعاملوا معاهم بعين الرأفة، عين ان هذول اولادكم. ان غشيت باختبار واحد تحرمني من كل الاختبارات، تنهي مستقبل كل هالمشوار على شنو؟ زين انا ما غششت، اوكي انا ما غشيت، اللي مثلا واحد طلب ورقتي تسحب له ورقتين، تنهي مستقبله، وتقولون في تدوير مدرة، تدور مدرة، اكيد راح يجون معاهم مدرسين هذا ما يعرفني، ما يعرف حالتي، ما يعرفني، أنا التفت، مو قصدي إني غش أو مو قصدي إني أسوي بلبلة باللجنة تسحب ورقتي وتعطيني حرمان. أنت قاعد تهين مدراءنا، ما تخلي لهم هيبة في الاسم، أو إنه حتى لو يجيك واحد جديد ما تعرفه. إنزين أنا أدش المدرسة ما أعرف إلا الحارس، إنزين لا مدرس، يعني إحنا كل صيام يقعد يعصب علينا نفسيته، إحنا ما نعرف مدرس، ما نعرف الناظر إلا نفسيته زينة ولا لا. يعني هذا راح يعكر علينا بالامتحان، زين يدخل علي انا طالب فيني حساسيه في صدر او فيني ربو، بقعد اكي حكي شوي يجيني يقول انت محضر قش، ليش انا قاعد اغشش اللي قدامي؟ زين انا مالي شغل باللي قدامي، قاعد اكي زين مريض. اللائحه لا تعاقب فقط الشخص الغشاش في سلوكه في الاختبار، ولكنها تمنع تأصيل ظاهرة سلوكية خطيرة يواجهها المجتمع، وهي أن الغش صار حقا مكتسبا، حتى وصل الأمر أن يصل مجموعة من الطلاب ويتظاهروا أمام مكتب الوزير يطالبون بتعديل لائحة الغش، وكأنهم يقولون للوزير اسمح لنا نغش مادة ونعيدها في وقت لاحق. وهذا أمر خطير، يعني أمانة أن يظهر أشخاص من المفترض أنهم يطلبون العلم ويسعون لتعديل أوضاعهم، سواء في التعليم المسائي أو يسعون إلى شهادات أعلى في التعليم الصباحي،
فمن المستحيل أن نرى هذه السلوكيات. وأنا أطالب وزارة التربية وأطالب المسؤولين في الوزارة بأن يكونوا أكثر حزماً وأكثر شدة في اتخاذ جميع البواقف وجميع الإجراءات التي تكفل ضبط وربط لجان الاختبارات، لأننا فعلاً تقع علينا مسؤولية الحفاظ على النش والحفاظ على السلوكيات وتسييرها في مسارها الصحيح. نحن نطالب الوزارة بوضع أجهزة تشويش على الهواتف، ويعني يكون هناك توضيح للطلبة بصلاحيات رؤساء اللجان وصلاحيات المدارس في عدم دخول أدوات كثيرة، وأن الطالب يحق له فقط إدخال القلم الذي يستخدمه، وفي الرياضيات الأدوات المستخدمة في الرياضيات في رسم الجداول وإلى آخره. لكن ما عدا ذلك يعني مفروض من الإعلام، وهذا دوركم وأنتم تشكرون عليه، أن يوضح هذه الآليات وإجراءات سير الاختبارات، لأن كثير منهم لا ما لهم حق يفتشوننا وما لهم حق يسوون كذا. طيب أنت داخل معاك سماعة ومعاك تليفون ومعاك براشيم، وآخر شيء تقول لا سامحني وأنا بنجح وبعدل ظروفي. لا لا، مو من حقك. أنت مطالب أن تجيب على الاختبار بما يسعفك من معلوماتك التي تحملها في عقلك. أما عدا ذلك فأنت يعني مرحب بك في السنة القادمة في نفس المرحلة لتعيد السنة مرة أخرى وتضيع مجهودك بسبب تافه بسيط. لكن أن تعاقب المدير الجيد والمحافظ على مدرسته ومحافظ على لجانه بأن تدوره، طبعا هذا أمر خاطئ وما راح يحل المشكلة، لأن اللي يساعد في الغش في مدرسته راح يساعد في الغش في مدرسة ثانية، فمو حل. يعني كانوا الأولى أن الوزارة تدرس هذا الأمر بعناية أكثر، وأعتقد أن جمعية المعلمين أيضا رافضة هذا الأمر وقالت أن رأيها في هذا الأمر أنهم يرفضون التدوير. يعني غير عقلاني، أنت كأنك تشيل غشاش من المدرسة تحطه بمدرسة ثانية، أبدا مش صحيح الكلام.